ذلك من إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره والحسنة مما تعودون. ذلك عالم الغيب والشهادة التوفيق الوحيد الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين ثم جعل عنده من سلالة من ماء مهين ثم صواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السماوات والأرض قليلا ما تشكرون. وقال هو يتعرض في الأرض وعندنا في خلق جديد بل بإلقاء ربه كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم ولو شئنا لازلنا لمسجدنا ولكن الله من إلهنا نجهل وسلم وحسن عميم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يقولكم هذا إنك نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن في آياتنا الذين إذا ذكروا بها قالوا سجدا فانتهوا بذكر ربهم فهم لا يستكبرون. الله أكبر. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يكون ربهم خاصا وتضرعا مما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قوة يعلم جزاء بما كانوا يعملون. واما الذين يتسلقون فقهوى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يكون ربهم خاصا وتضرعا مما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قوة يعلم جزاء بما كانوا يعملون. أصلا كان تصدقا لا يستجون. أما الذين يعملوا من الصالحة فلهم جنات المأوى بسبب من كانوا يعملون. وأما الذين اتسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وأرادوا فيها أن تحل لهم قوة الله أكبر. إن الله جل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر إلى أن يرجعون. وهم النازلة وهم النازلة ذكرت في آيات يقيسهم ورغمها إلى أولم يهد لهم من قبلهم من أهل الجنة مساكين إن في ذلك لآية لهم ولا يسمعون.
Hello?